عامر خضر غرم الله الزهراني، مولود من مدينة الرياض، طالب من مدارس العروبة العالمية، منتقل للمرحلة الثانية ثانوي بإذن الله. مراحل دراستي هي كانت السعودية، أمريكا، والآن عدت إلى المملكة العربية السعودية. من طموحات بإذن الله أن أكون طالب من طلاب الجامعة، أخدم ديني ورؤية المملكة العربية السعودية بإذن الله. صراحة أنا لما أتيحت لي الفرص بكثرة دخلت، لقيت برامج الأغلب أنها أعرفها يعني أو أعرف الفكرة عنها، ولكن شفت البرامج الأكاديمية وتحديدا تخصص التصميم الهندسي، فكان شيء جديد علي وأكاديمي، فحبيت أن أخذ فكرة عن دراسة الجامعة وطلاب الجامعة. صراحة تعلمت الكثير، حل المشكلات المعقدة، الآن الإلقاء، والتخصص أو الموضوع الأساسي اللي هو التصميم الهندسي، الرسومات الهندسية، طريقة المحافظة على الموارد الطبيعية، ومن الناحية والله الأشياء كثيرة، ولكن من الأشياء هو أني أتعمق أكثر في الأمور اللي أخذتها في الدورة هذه. نعم. كالهندسة المعمارية، كويس أنك تأخذ من كل بحر قطرة، فمو بالطموح الأول، لكن أنه في قائمة الطموحات، فندخل في شيء جديد نتعلم منه، وفي المستقبل نطلع بشكل واسع. خياراتي اولا كليه الملك فيصل الجويه، ثانيا جامعه الملك فهد للبترول والمعادن، ثالثا البعثه في جامعه هارفارد الامريكيه،